قف كان دين مواقفتي سو اس بد بد شو اس خلافته وانه قول كي هره كغوره او ده او كتوبد كان او وجه لا فهمي كره لكن السغون كي هره بادل كو شيغاهي انه هدانا ميد كلو كي هره خلافسن مربا او سو دغو ددكي قار كودنا waxay isku khaldaan مساله فقهيه او اجتهادي ا او علمادو اي isku ba khilaafsan yihiin qofka طالب العلم كا اما عالم كابا يعني فتوتي سي موقف كيس ويسبدله بناء على ان المساله ليست قطعيه مساله اجتهاديه هي مسائل مركاد النصوص هي كسو ارورتي مسائل اصول الدين تو اعتقاديه وقف ان دين تو حبك فهم سنين مساله عالم كفتوتي يسبدل شيء ومساله نوع ما صلاه الخوف اما صلاه السلوت كان مركو بقوه جيرنا وحاصلوا آيات سورة النساء كجرت وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخرها. النبي يقول عليه الصلاة والسلام حال ذها وبقوه شري دقال ذا الجري سياب مركا كل الدوام بو صلاة فر الكهيد صحابة وتكي ما المي وقتي كل الدوام لكن ضابط ككل من هي وحوها سيابا النبي قلت كذورنا كدح موغضة لبا الرماد أرنت كوبادو إن صلاة دين اللي تكذو المحافظة على الصلاة وقت جيدي مركالو إلالية يارنك لبادو الاحتراس وما الاحتراز من العدو عدو قلنا الاسكال عليه صلاة دي نفطي لبضا بين لوضع إلى عليه صلاة كم وقت إلا لحية طبان كيفيه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف أوتو كدي أيا كتبت حديث كوحوية كصار أورت وأنا اللي اسكع العلين كراه إمام الشافعي رحمه الله تعالى سدح كيفية أيو الدورت صابته الدورتين وحوي لأنها أقرب إلى بقية الصلاة صدح ذاك كيفية دود قابك والنبي قلت كذي وحي كوة كلاو قد نوان شبدين سيد حال ذا عادقة والصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قلت كنجري شكرك ماتشيرو اسبدل كوقتك كويمي يهرو مركا حق هبكا يعلى ده الدقال كلا استعمالها إن صلاة دقاب كلوتو كان يمركو الدقال تشيرو يعني اسبدلو كوكيني ومسلا ساي كم من قول يسمى سايشا علمدو الهدان تغير الفتوى بتغير الزمان إنه فتوى دو اسبدشو ووقت اسبدلي سببتي أي سبب دشوا. لو ما تشيدوا وقت جيل فتواضي أيال الدافع وقت كلا لجلا يقون. تاسانا مجتهد كي أوبر ناين يسأينو فتودي هرب الدولة أنت لو ما تشيدوا. قاعدة علماء ذا يكالين. وحلو تشيدا وقت بامركا مسألة لفتواضي وكانت هذه الفتوى مبنية على عرف قائم في ذاك الوقت. فتوى ذات سنة واحد يقول السنة عرف تشري وقت غاز أي يقول السنة ده بعدنا عرف يجيب وقت غامر كي لقى جدبة وقت كله لجاري اسبدلي ده وحي فتوى أحكام عرف قال يقول السنة يسقونه ويسبدلي تصالح عرف وقت غاز تشري وحها لما ضقف مركي وحكى إبسدان شيء قال لك اللي بسدي قادستي سئل له قل لي هاي قفك إيبي وهاي قفك إنه قرقي سيه ماشي سوقي عالم بس فتوضي بناء على هذا العرف صار عرف ذا كل سيء عرف يجيب إيش بدلي ووحنا نقول يا قفك ولا بتمرك ويبسد سئم كبد عرف جميل إنه يسوق قاتل لابتي صورته يا فتوضي هل كذي تاجنان ما يسوي إيش بدليس وعسو بدي شنو أروح كلام هاي وعرفي جيبا اي كل سنين با اسم الدلي ساسو كلف فتوضو اين اسم الدلشو
وحيابا كان روحا كم إذا فساد الزمان وقت قاس وقت جيبا يا ددك تشوقي بحال كود اسبدلي تصوحي كيرس ايم فتوى دي اللي بدلها اي كيرس تصالح وقت جددك اخلاق دو ديو دقن كود وناكسي هي تدين كود يا وقت جددك الدين تود اي ضعيف تو اخلاق دو دونا يخربنتو تسكم يدما وقت جددك الدين تود في عن تي دقن كود وناكسي هي هبلها هي ان مدى محرم كاي سوء ولو كوانا ليرى بها نقدر احبالا كلا الالين مايو انن كي يددي وطسال عندي اسكو داع اما انن كي يابر يرتي اما كوي وضع نشر لكن ادو وقت قو فسادة كورن وكوي حتى محرم كاها وقت قان نقن حلو تشيري الدين تو ضعيفتي اي بلاي الله داوني اسا حالكو ايمي كويهي لوغا بقى يبا اي حماني دحمرتو فتوى دي هرون لغو شقين ما يوالي بدلي وحلونا يوال حتى كو محارمتا هلقا الالالي خلوة دي هلقا الالالي وهكذا أرنتا سينا وحايلة ده هي أصل بالدين تكل هذا وعائشة رضي الله عنها واتيلا هاي لو علم النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدثه النساء لمنعهن النبي صلى الله عليه وسلم دمر كرجع ودمر كعديد ويدستان بساعات كتجان هود ديدنا لا تمنعوا إماء الله مساجد كذا الله عايشة محيطين الدمر كوحي لسه الدريين يحال كود وسود وسوب الدليل هدول النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها وقت عندن بق وتشوقي لها ووديد لها وطاهر ده حكم كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتوني ساسوح يكون السنين إن وقت وقت في عنا هاي وقبله إن لا فتنين وح فتنين سلوا جامي ده وحي وحكم كل سنة مركو يسبدلو حكم كينو يسبدليه وحكلو يدون الرعدو ده مسائشة فتوضع علماء يسبدش كم إذا مسائشة ده اجتهادي جاء وإنت وين نقر أركينا إمام الشافعي رحمه الله تعالى ولله يا مسألة أن قول قديم أبو كل يوم مركو عراق شو جاب إنتانو مصر تجين ساسو فتوانشري مركي الدم بقى مصر ووري جي أما عراق وكت جينا قول كيس ويس بدله ما هاي ندو خيس عياريو صدق غاركود هاي أم علينا يار أكو واحد شراء حويان دين عيب وكتشرو مرك الدجال كود واحد سوق جير علم هذا بوغاكا كو قران اما سيكلبها وهادلان ميلا وخ كدون دونا نو حكميدا مركي هور ساسو اورن جيري امي كنا ساسو يراها ها مركا سعير برر حق فتوى دابا جيرا وقف ان دينتا وخو كفهم سنين مساله عالم كفتوى دي سو اسبدلشي وا مساله نوع ما هديت مساله اجتهاديه وظواهر النصوص بايس كو خلاف سنتي اما سببته بدلايتاي مركو ري حديث كان غارين مساله كو صابسنا ما دليل كيده مركا دمو دليل كي هله حديث كو صحيح موديو حديث كو ضعيف نو ضعيف مو موديو حديث كي با صحيح انو ياهي او عدات الحكم كي وكل شيء بدلايه تاسنا علماء منقبه اوتي امام بوتي إما هو حلقو دالا عيني ولا أورانيو مرنا السنة فتوانيا مرنا السنة فتوانيا ماها وهداني علماء إلهي سبحانه وتعالى كبقنين ومربا سيدا حق ولم وقضو آني فتوانين وده قول كود هروبا يسكاعد كيسان لهاين خالد نمدي سوسي دوني سباها وقوم وقته لكن عالمكو ينو قول كي سيهورية فتواني سيهورية بدلي ومد خلاف سن وفتوانيو إنه حق الصاد ما أولم وقضي أوجد ده واحد لقنا لا عيمه وكشغل سلام بن تيمية قرأ كتاب ك لرادف رفع رسالة لرفع الملام عن الأئمة العلام وصابت علماء مواقفته دي فتوه يسوب الدشان الشاقي واي
dadka qaar koodna waxay isku khaldaan masalo fiqhiya oo ijtihaadi ah oo culimadu ay isku khilaafsan yihiin qofka طالب العلمiga ama caalimkaaba يعني فتوتي سي موقف كيس ويسبدله بناء على ان المساله ليست قطعيه مساله اجتهاديه هي مسائل مركات النصوص هي كسو ارورتي مسائل اصول الدين تو اعتقاديه قف كان دين مواقفتي سو يسبد بدشو ايس خلافته او انه قول كي هوره كغوره او ده او كتوبد كان او وجه لفهمي كره لكن السجون كي هورنا بعد الكوش يجا هين إنه هاد درامت كلاك كي هور خلاف سن مربع وصار دقه لا مسألة كليين.